يلا شدوا بسرعة، كأنكم إلكم زمن ما أكلتوا. يلا بسرعة اسحبوا بسرعة، هلأ بتجي الشرطة بسرعة. يلا لك يا زلمة ما تكون متشائم وحسود، هلأ بعد شوي حيجي سمك الكافيار الكبير، طول بالك روق. جرب اسحبوا لفوق، شد ايه يلا. سيد أصلان الدورية جاي لهون، انتبهوا. شكراً لك. سمعتوا يا شباب في دورية جاي، يلا بسرعة اتركوها بالمي. أنا برجع بشوف المحل على الجي بي اس، نرجع بكرة بالليل. عدن بنفسك. الله يحفظك. للحقيقة أنا كنت غلطان لما فكرت إنه صداقتنا رح تخلينا قرايب، بس النجوم اللي على كتفي للأسف ما خلتك تشوف كل شي بوضوح. لا يا سيد أصلان، الشغلة مش مثل منك مفكر. بعتذر منك، بس الظاهر إنك ما أخذت بعين الاعتبار نمط الحياة، لأنه لو عندك بنت للزواج ما كنت قبلت انها تتزوج من صاحبك اللي انطلق. انا مأكد من هالشي، خصوصا اذا البنت كانت مثقفة ومتعلمة ومعها شهادة من الجامعة. عم بتشوف حالك علي بشهادة بنتك اللي ما بيعرف انه نمط الحياة بيتغير؟ هو انت مش انا، وبعدين هي اللي لازم تقرر هالشي، لا انا ولا انت ولا الجامعة. طيب فهمت عليك سيد أصلاً، فهمت. اللي معه مصاري بيملك كل شيء، قول بس اليوم رح يتحدد موعد زواج بنتي، تقدم له شاب آدمي ومتعلم. شكر ربك انك بعدك شاب صغير وغني كمان، وفي كتير نسوان بتتمناك. وهلأ من بعد إذنك أنا صار لازم أروح. بيناتنا هالزواج في منفعة لإلك كمان. قلت لك إنه النجوم اللي على كتفي عم يدلك عيونك. تعرف إذا بنتك صارت مرتي رح يصير عندها محل مثل هيدا المحل. هالمبلغ قليل يا سيد أصلان، صيد امبارح وحده كان فيه سمكتين كافيار. كبرت وبلشت تخرف يا سيد يحيى، كأنك نسيت الديون اللي عليك. طيب وشو اللي ذكرك هلأ بالديون؟ أربع سمكات بيض هولي على حسابي أنا. سيد يحيى تعا بكرة بكير وخد أكتر.
طيب يا صبري، خذ السمك ووصله على البيت. أنا حروح على القهوة وأقعد مع الشباب شوي، ما راح طول. قول لأمك راح اشتري شوية حلوة أنا وراجع. هيدي أجرتك لصيد امبارح، بس ما تصرفهم على طق الحناك. اسمع، عجل وروح على مدرستك عبكير، ما تتأخر. يلا يلا. مرحبا. مرحبا. يعطيك العافية. شكرا، يسلموا ايديك. وين كنت؟ ليه عم تسألي؟ صاير شي؟ لا لا ولا شي، بس كنت خايفة انك تكون ناسي انه اليوم خطبت بنتك. لا أكيد ما نسيت، لأن إحنا منحب الحلو. بما أني جبت الحلو معناها ما نسيت. الحمد لله صيد امبارح كان كتير منيح ومبحبح. إيه الحمد لله. بالحقيقة هيدا أصلان دايما بيخلصنا بالوقت المناسب. هو شاب جريء فعلا، ومع أنه صغير بالعمر قدر يجمع راس مال كبير. يعني أكيد في شي مشكلة بشغله. الغسيل هيك مش نافع يا رجال. يلا قوم اتحمم، المي عم تغلي غالي وانت ريحتك سمك كتير. طبيعي كتير انه تكون ريحتي سمك. ايه انا لو كنت لحام كان طلعت ريحتي بقر. ما عم قلك هالشي كرمالي، انا تعودت على هالريحة، بس عائلة العريس ما رح تعجبها هالريحة ابدا. رح تعجبهم يا ست، اكيد رح تعجبهم. ما تشغلي بالك انت، اذا انا صياد سمك السيد شجاعي هو رئيس الصيادين. على فكره وين مونس؟ ليه ما عم تساعدك؟ هي بالغرفه عم تحكي على التليفون. اها، السيد المهندس على الخط. يا رب تجعل نصيب هالبنت منيح. أنا حكيت مع الدكتور، لما بيرجع بتحددي موعد معه ليجي لعنا الخبير اللي هون. عم تفهم علي؟ قال إنه لازم الدكتور يكون عنده اختصاص بهالشي. رح أحكي أنا وياكي بالتفصيل بعدين. ما بتقدر تحكي هلأ؟ لا، أنا لازم روح على الورشة لحتى أشوف السمك. عن جد أنت شو بتهتم للسمك؟ أنا بشوفك بالليل. بخاطرك. انتبه على حالك، بخاطرك. مرحبا بابا. أهلين يا بنتي. الله يخلي لي إياك. ويخلي لي إياك يا رب. المهندس كان على الخط؟ سلمان بسلم عليك كتير. الله يسلمه. المهندس منيح؟ خلص بابا، فيك ما تقول بقى كلمة مهندس؟ سلمان خبير بتربية السمك. مش مهم شو بيشتغل، أنا برتاح كتير لما بقول له مهندس. بعدين كلمة مهندس إلها قيمة. يا الله منك بابا. خدي يا بنتي. رح روح جيب لك الشاي. لحظة شوي إذا بتريدي. نعم. أعطيني الريموت كنترول. يسلموا. لازم نغسل عيوننا ونشوف بطريقة أحسن. ما قادر أعرف السر اللي بهيدي العيون، برأيي رح يكون ذنبنا كبير.
هيدا إذا ما نجحنا إنه نمنع نسل هالسمك إنه ينقرض. عم تحكي عن جد؟ سمكة قدرت تبهرك لهالدرجة؟ أنا كتير غيرانة منها وبحسدها كتير. تعرفي يا ريتك شفتيها. اسمعيني منيح، هي منا مجرد سمكة عادية. ما شايفي كيف العالم بيحافظوا وبيهتموا كتير للأشياء الأثرية اللي عمرها ألاف السنين وبيعطوها أهمية كبيرة؟ ونحنا كمان عنا كائن حي موجود ببلدنا من أكتر من 150 مليون سنة. عم بتقول 150 مليون سنة؟ سألته شو عم تعمل سمكة الكافيار بشخطورتك؟ قال لي قصدك إنه شو اللي جابها لعنا؟ ما بعرف أيمتين أصلاً إجت لهون ومين اللي جابها. إذا بدك برميها بالبحر. ترميها؟ لا، قلت له هلأ من بعد ما خلصوا. قال لي هالشي يرجع لإلها. تفضلي. يا ريت فينا ما نحكي اليوم عن السمك والبحر، خلينا نفوت دغري بالموضوع. يسلم ودياتك. الحقيقة أنا من رأي الست ملوك، الأولاد بعدوا الناطرين برا. صحيح إنه كاتبين كتابهم، بس هن كتير متشوقين لنحدد موعد الزواج. يا ستنا، أنا والسيد يحيى ما عنا اعتراض مع الموعد اللي انتو بتحددوه، ما هيك؟ أكيد أكيد. هيدا من ذوقك يا سيادة النقيب، بس انت الكبير وكلامك هو الأهم. يا مرة، رتبة السيد شجاعي أعلى من هيك بكتير. رتبته صارت عقيد. أقل كانت أو أكتر، هالشي مش مهم هلأ. أنا يا جماعة مني عقيد ولا نقيب، بيقولوا لي المحافظ، يعني أنا بكون برتبة عقيد بالشرطة. أها، يعني أنت عقيد ونحن من قلك سيادة العقيد. محافظ شغلنا مثل شغل السيد يحيى، منشتغل بالبحر. نحن كمان صيادين، بس نحن منتصيد اللي بيتعدوا على القانون ومنحمي الصيادين الشاطرين مثل السيد يحيى. هيدي هي وظيفتنا. يي علينا، رجعتوا تحكوا عن السمك والبحر ونحنا جينا لهون لنحدد موعد الزواج. سيد يحيى، إذا بتريد جيب التقويم. حاضر يا ست، رح روح جيب التقويم ورح قول لسلمان ومونس يجوا كمان. من الأفضل يصير هالشي قدامهم، هيدا حال الشباب اليوم عن إذنكم. يونس، روح قول للعرسان يجوا تعا معهم. أنا ما رح أجي، بكرة عندي امتحان. وشو عن البحر؟ رح تجي اليوم؟ أكيد بروح. الله يرضى عليك يا ابني يا حنون. أنت قلن يجوا. أختي أختي. نعم. فوتوا البابا نتركن جوا. يلا جايين. خلينا نفوت. يلا. الله يعطيك العافية. بدك شي مساعدة؟ إذا بدك بساعدك. أنا بشكرك أستاذ، تفضل لجوا. طيب خلينا نروح. أختي تعد إيه عايزك. أنت تفضل فوت. حاضر. تعي. شو في؟ قربي شوي. شو بدك؟ عادي. أنت بتعرفي شو بيشتغل بيو لسلمان؟ شو قصدك أنت؟ قصدي واضح، بتعرفي ولا لا؟ هو قائد وحدة حماية الثروة المائية. شو غبية، أنا كمان بعرف هيك. بس شو بيعني هالشي؟ ما بقى تتساءل شو عم تعمل معي مسابقة من سيربح المليون؟ بدك ياني خبرك؟ طيب قول. هلأ لا، خاف انك تنصدمي، بخبرك بعدين. مسحك كتير تقيل يونس.
يحيى؟ ليه فقت انت؟ ما بدي اياك تاخذ يونس معك، عنده امتحان بكره. ما بيصير هالشي، ما خلصنا بعد من عمليه صيد امبارح، بدنا نكملها. انت ما تقلقي، مهمه يونس منا صعبه، ما عليه إلا أنه يقعد على الصخرة ويراقب ويراجع دروسه. كيف بده يقدر يدرس بهالجو وبهالعتمة؟ أنت عارف شو عم بتقول؟ أنا بعرف كتير منيح شو عم بعمل. أنت فوتي نامي. اسمعني منيح، إذا مسكوكن رح تكون فضيحة، تعرف هالشي؟ إيه بعرف. ما تخافي، ما راح يصير شي، وكرمال هيك بدي اخذ يونس معي. فوق كل هالشي شو دور السيد شجاعي؟ شو دوره؟ نحن يا مرة ما عم نعطي بنتنا لابن العقيد من دون مقابل. روحي روحي وما تخافي. خلينا نروح يا ابني. لحظة شوي، فوتي نامي. انتبه منيح يا ابني. ايه بابا، خليك مفتح عيونك منيح. حاضر بابا. مرحبا. ليه تأخرت؟ 5 دقايق بس. بدك تروح على البحر بهالمنظر؟ انا ماني رايح الليلة، تيمور رح يروح بديلي. بكرة الصبح بيجي بياخد السمكات، بس انتو كونوا منتبهين. ايه الله معكم يا شباب، خذوا الشبك، ما ترجعوا ايديكم فاضية. الله يفتح بوجنا. صيدوا سمك كافيار منيح. ايه مرحبا سيد اسلام. مرحبا، هيدا التليفون تليفوني انا، ورح خلي تليفوني مع تيمور، إذا صار في شي مشكلة تلفن من دون ما تتردد. مثل ما بتريد. أنا حبيتك يا ابني، فجرب إنك تفوت قلبي مثل ما فات قبلك بيك. مع السلامة عمو. ألو. أهلاً ستنا أهلاً، إيش جاي أنا؟ ما تاكلوا لي حصتي. شو؟ يا حبيبي أنا جاي لحظة وبكون عندكم. هاي Thank you.
روح على الشمال. شو صار؟ الظاهر بعدنا كتير. انت اصلا بتعرف تشتغل بالجي بي اس؟ بعتذر بس الجي بي اس منه غير نسخه مني. ما تستعجلوا، ما باقي فيه الا 100 متر رح نوصل. ايه وصلنا هون، بلشوا. يلا بلشوا. يلا بلشوا بالعمليات. حاضر سيدنا. يلا انطلقوا. فيلم حافلة الليل هي قصة مأخوذة من إحدى قصص كتاب المدينة الحربية بعنوان 39 أسير وأسير من تأليف حبيب أحمد زادة. مشان هيك لغينا خيار اللون، هي لحالها كانت قصة حتى قدرنا نلاقي هذا الباص، وبشكل طبيعي المحرك كان قديم وكان يعطي صوت، وبالنهاية كتير منيح يلي صار وتمثيله كمان. كتير كان منيح، كان لامع. مركب الشرطة جاي لهون. وينهم اجوا؟ لازم نهرب هلا. يلا. وشو بنعمل بالسمكة اللي بالشبك؟ بنتركها. استعدوا وانا رح اسحبها لفوق. انت شو ناطر عندك؟ يلا رح يوصلوا، روح شغل المطار بسرعة. يلا روح. تعمل يا أهبل، ليه ما كنت عم بتراقب؟ ليه؟ بحلفك ما بعرف شو صار، وقع تليفون مني على الصخور وجربت لقيه بس ما لقيته. خلاص، تعرف شو حجم الخسارة اللي حملتوني إياها أنت وبيك؟ أنا بعتذر. على شو بتعتذر؟ بتعود لي على الملايين اللي خسرتها؟ يا أهبل شو بقول لصاحب الشغل؟ بقول له إنه ولد صغير سبب لي هالمشكلة؟ الشيطان عم بيوسوس لي. قلت لك هون. طيب وشو عم بيي؟ خلي بيك يروح بداهي وعمره ما يرجع يا وقح. بتروح بتشتري تليفون وخطه بتعطيهم لإسماعيل بالمحل. فهمت شو قلت؟
انت واصحابك لازم تروحوا بمصيبه. انت واصحابك. مرحبا سيد شجاعي. سيد شجاعي. صحيح اللي عم شوفه؟ هيدا انت السيد يحيى؟ قلت للعناصر عندك انهم يتركونا نشتغل بس بلا فايدة. سيدنا القصة وما فيها انه هالجماعة كانوا عم يتصيدوا بالبحر بالشباك ولقينا سمكتين معهم وكانت وحدة منهم بعدها عايشة، خليناها تحت الزورق لحتى ما تموت وهيك منكون ساهمنا بهالطريقة بحماية السمك. انت عملت واجبك على اكمل وجه. يا سيد يحيى امبارح نسيت قلك شيء، وهو انه انا بشدد على الاقارب اللي بيكونوا مقصرين اكثر من الغربة. اي تقصير هيدا؟ انا والسيد تيمور كنا عم نتصيد رزقنا من البحر. انت عم تمزح يا سيد يحيى؟ لا يا سيد شجاعي، امور العيلة ما بتتحمل المزح ابدا. ما لازم تتجاوز القانون من شان تكسب رزقك. شو بنعمل لكان؟ منسرق بيوت الناس ولا منشحد على الطريق؟ نحن ما عم نطلب منكم إلا أنه ما تتجاوزوا القانون وإنكم تتركوا الصيد اللي منه شرعي. أنتوا تابعين للشركة التعاونية، يعني بحق لكم بالمساحة المحددة. وإذا ما منقدر نحصل عليه هناك؟ قلت لي انه من قرايبينك، ليه عم يتصرف هيك؟ بطل يقربنا. يلا امشوا معي. تفضلوا. ألو. مرحبا سلمان. مرحبا بابا، قلي كيف حالك؟ منيح يا ابني. انت وين؟ بعدني واصل على المركز. عندي لك خبر كتير منيح. ناس من المقر هون لقيوا سمكتين بين انه واحدة منهم بعد عايشة، بعتقد انها بتنفعكم بالمركز. عن جد بابا كتير منيح، بشكرك ساعدتوا المركز بالوقت اللي كان بحاجة للمساعدة. رح اخد البلاغ وروح مع المعدات اللازمة. رح كون هونيك بعد نص ساعة. تعا بس ما تستعجل. حاضر سيدنا. حاضر. خاطرك. مع السلامة. مرحبا. مرحبا. شو بك؟ وين بيك يا يونس؟ رح تموتني من الخوف، احكي بقى. مسكوا بي. مسكوا بيك؟ ايه.
مسكوا بي. وسمك الكافيار كان معه؟ كان معه. يا ويلي شو صار أمي؟ مسكولة بيك ومعه صيد مش شرعي. هيدا مصير الشغل الغير شرعي. خلصينا منك، منا بحاجة لتعملي محاضرة. لازم تعرفي انه جهاز عرسك اجا من ورا هالشغلات الغير شرعية. ادعي انه العقيد ما يعرف بهالقصة. لا عرف، وحكي مع البابا قدام الكل وبهدله كمان. شو هالمصيبة؟ شو هالفضيحة؟ شو بدي قلك؟ شو بدي قلك يا رجال؟ ما خليته ليوم واحد يمرق على خير. هيك أحسن نتجرس بين الناس. قوليلي عرفتي هلأ شو شغلة حبيبك سلمان؟ شو ذنب بيو لسلمان؟ فهمني. هو عم بيعمل واجبه ضمن القانون مش أكتر. عفكرة أنا مبسوطة كتير لأنه انقبضوا على أصلان هالحقير. أنت عارفة حالك شو عم بتقولي؟ أصلان بعده برا وما حدا تعرض له بشي أبداً، وهيدا الشي حرق لي قلبي. لوين ماما؟ لوين؟ رايحة لشوف شو فيني أعمل كرمال بيك. روح وخلي السيد شجاع يشوفك، وهيك رح تكتمل الفضيحة اللي عملها البابا. يعني أنت برأيك شو لازم نعمل؟ يا بنت قومي بسرعة تلفني لخطيبك. شو عم بتقولي ماما؟ يه، من هلأ بدك إيانا نطلب واسطة من خطيبي سلمان؟ يعني القصة رح تصير محسوبيات. عن جد هالشي بخجل كتير. هلأ ما رح يصير شيء إذا تلفنتي وطلبت منه. أنا ما رح تلفن لسلمان أبداً. وبعدين هيدي فرصة كتير منيحة ليخبر البابا عن سر أصلانه وعصابته. قلت له يتركوا الأصلان ويكون واحد من آلاف الصيادين. هو الصيادين اللي بيشتغلوا بالمناطق المسموحة، بس ما سمعني. هيدي نهايته طبعاً، هيك بده يصير فيه. يا يحيى ليه عم تتمشى هيك؟ دوختنا. شو بك يا زلمة؟ نحن عنا حياة وواجبات، شو راح يكون مصيرنا؟ المحكمة هي اللي راح تحدد مصيركم. غير الشرعي كانت ناجحة كتير، وهالشي بسبب همتك وتنظيم فريق العمل وتجهيزه. الله يخليك سيدنا. امبارح كان عنا اجتماع بمقر الشرطة مع العقيد يزداني، وكان اجتماع منيح. ما يفهم. نعم سيدنا. بصراحة يا سيدنا، في سمكة كافيار نجت بإعجوبي، وهلأ عايشي بأحلى حالاتها، وبعتت لك سلام خاص مثل ما عم خبرك سيدنا. هيدا أكيد بهمتك. حاضر سيدنا، مع السلامة. يلا خدونا على المحكمة. بشكرك كتير. مرحبا بابا.
أهلا يا ابني، شو جيت بسرعة؟ هالشي كان ضروري، هيدي سعادة الدكتورة يوسف بور، هي معلمتي. أهلا وسهلا سعادة الدكتورة. بشكرك بابا. وين الأحفورة الحية؟ هي منيحة وراح تكون أحسن لما تشوفكن، هي بالشبك تحت الزورة لتضل عايشة. أنا بشكرك كتير، لازم نروح نشوفها وناخدها بأسرع وقت أحلى ما تموت. الشحنة ومع الأكسجين رح يجوا بعد شوي، بصراحة بتمنى أنهم يوصلوا بالوقت المناسب على المركز. هيا هالشاحنة. تفضل يا حاج. امسكها شوي شوي، زيحت اشوف. يلا روحي 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 روحي. بشكرك. سمك طازة، عندي سمك أبيض طازة، قرب على الطيب. قرب يا أستاذ، عندي سمك طازة، قرب وشوف هالسمكات. أنا معك معلم. مرة تانية يا معلم رح أعوض لك إياها صدقني، ما تتضايق أنت هالقد. بتعوض شو يا أهبل؟ قلت لك إنه سبون بدبي عم يضغط علي كتير. يعني يا معلم برأيك شو فيني أعمل؟ إنه بروح يعني بسرق السمك برجع من عند الشرطة من جوا؟ بعرف إنه ما عندك الشجاعة تعمل هالشي، ما تنسى أنا اللي عملتك زلمة وفيني خليك تصير على الحضيض أيمتى ما بدي. أنا مديون لك. قوم شوف الصيادين يلي اعتقلون، هلأ بيكونوا أخدون المحكمة. حاضر. ادفع من جيبتك الكفالة وخليهم يتركوهن. حاضر يا معلم. إن الرقم المطلوب غير متوفر حاليا، يرجى معاودة الاتصال لاحقا، شكرا. جربي مرة تانية. ماما مثل ما شايفة عم دقله خطه مسكر، وغير هيك شو بدي أقله إذا رد علي قليلي؟ شي بخجل. ما بتخجل أبدا، سلمان زوجة لبنتي، يعني مثل ابني. رجعي تلفني. بالإذن. ألو؟ مرحبا. مرحبا، كيفك اليوم؟ منيحة؟ أنا منيحة، وإنت؟ منيح منيح. وينك هلا؟ هلأ أنا قريب من المركز، حد خزر الجميل، وناطر توصل الشاحنة على المركز. نحن سبقناه وهو كان ماشي ورانا، جابوا أحفورة حية من الصيادين الغير شرعيين، لازم نفحصها وياخدها على المركز. طول بالك. سعادة الدكتورة يوسف بور معي كمان. طول بالك شوي، فهمني شو قصة هيدي الدكتورة؟ سيارة ولا صبية؟ هي ما كانت استاذتكم بالكيمياء؟ طيب هلأ ارتاح بالي. ما بعرف شو قصدك، عن شو عم تحكي انت؟ ولا شي ولا شي، انسى. شو قصة الأحفورة الحية هيدي؟ الأحفورة؟ ايه. ألو؟ 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 عم تسمعيني؟ ألو؟ يلا يا جماعة تفضلوا، وصلت الشاحنة. شو عملتي؟ أنا قلت لك تحكي عن بيك، فوق كل هيدا ما بتستحي صرتي تسألي عن الأحفورة؟ أولاً ماما أنا ليه بدي استحي؟ وتانياً سلمان ما بيعرف شي أبداً، خصوصاً إنه راجع من عند بيه، لو معه خبر إنه اعتقلوا البابا كان أكيد عرف. وبعدين مثل ما شايف انقطع الخط. اللي ما نعرف اليوم رح ينعرف بكرة. Thank you.
بصراحة يحيى ديونك كبرت كتير. الكفالة، مصاري لجهاز بنتك، في مصاري لغير اشياء، بس كيف بدك تسدد كل هديون؟ خبرني. هلأ جاي لهون مشان تقلي هالشي؟ بالحقيقة لا، في عندي شي لازم قلك إياه، بس لازم قلك إياه لوحدك وتسمعني. وأنا عم بسمعك. ليك يا يحيى، نحن أصحاب ما بتعرف، الموضوع بيني وبينك مدير. مرحبا. مرحبا. خلينا نمشي. وين أمك؟ ما رايحة معنا؟ لا، ماما عندها خياطة، كم قطعة بدها تسلمن الليلة. عن جد نعمل واحد يكون عنده مرة منيح. عم بتقول هيك لأن ما حتيجي معنا؟ لا صدقيني ما قصدي هيك، بس لأن شاطرة كتير مثل بنتها. تفضل. إيه سيد ياوري، مرحبا سيد ياوري. مرحبا بابا. روحي على البيت. حاضر. خليك شوي ما تمشي. بعتذر سيد ياوري، بس في شي مشكلة صايرة؟ ليه ما خبرك بيك؟ لا، شو بده يخبرنا؟ اسمعني يا ولد، انت لازم تنسى بنت مونس، وممنوع تجي لهون ابدا، والا رح ارفع عليك دعوه بتهمه الازعاج. خبريني انت، في شي صاير؟ بنتي ما راح تقول شي. سيد يحيى، هيدي خطيبتي. بلا حكي بلا طعمه، تفضل روح من هون، نحن بهمنا الشرف. بس نحن اتفقنا امبارح وحددنا موعد للزواج. التغى الزواج، فهمت علي؟ سيد أصلان، تفضل نشرب الشاي. ما بدي أزعجك، خليها لوقت تاني. ما تخجلني، فنجان الشاي ما راح يخليك مديون لي. مثل ما بدك إذا أنت مصر. يا الله، شو بك؟ شو الناس لعبة بين إيدينا؟ الهيئة نحن اللي لعبة بين إيديهم. بفهم إنه أنت هلأ متوتر والحق معك، بس شو ذنب البنت لتقضي على مستقبلها؟ والحمد لله يا رجال لهلأ ما عزنا حدا، بس فهمني أنت ليه عم تعمل كل هالقصص؟ كرمال بنتك لازم توقف هالأعمال. انت بتعرف كتير منيح انه هالاعمال اللي عم تعملها مخالفة للقانون. شو الشغل الغير قانوني؟ انا بشتغل بالبحر، ما حدا إله علي، ما حدا إله علاقة بنوع السمك اللي بتصيده او اللي بيطلع بالشبك. حاضر طعمي، شوف حاله علي بشوية نجوم على كتفه لأعطيه درس ما ينسى. بلا ما تحكي بهالطريقة، تعرف شو رح يقولوا العالم إذا ما صار هالزواج؟ رح يقولوا إنه البنت مدري شو بها. خليهم يتجرؤوا،
ساعتها رح اضرب ضربة من حديد كل واحد بيحكي عليا. لوين رايح؟ عجهنم عالمقبرة محل قبري. إلك علي شيء؟ شو رح نعمل هلأ ماما؟ روحي يا بنت تلفني لخطيبك وخبري كل شيء. بيك لحد هلأ معند إلا إذا تغير شيء. روحي هلأ، ليش بعدك ناطرة؟ أنت ليه بعدك واقف هون؟ روح اهتم بدروسك. شما خانم نازی هستم. شو فری مو فر فری چیزی بود شله دار میشه. وای نگو بنابر خدا. زود برو بیرون. برای خوشبختی هر دوتاشون یک کف مفصل. عروس هنگ کردی داریم هستات. طهران 1500 سافروا معنا الى عام 1500 خلال الربيع القادم. أنا بصراحة عملت واجبي على أكمل وجه يا سلمان. بس يا بابا، أنت بتعتقد أنه اعتقال صياد مثل يحيى رح يحل مشكلة تهريب الكافيار؟ أنت بتعرف أنه ناس مثل يحيى ما بيطلع لهم شي، لازم تمسكوا الرؤساء الأساسية. طيب كمل، أنا عم بسمعك منيح. بابا، أنت كان فيك توجه له إنذار أخوي. ميثم فاجأتني بالشي اللي عم تقوله. السمكة اللي أخذتها على المركز اللي عندك وكانت عايشة مثل ما بتعرف كانت موجودة أصلاً بزوراء الأستاذ يحيى، وغير هيك القانون قانون لازم يتنفذ بحذافيره، بيتنفذ على الصغير وبيتنفذ على الكبير والقريب قبل البعيد. ما كان بدي أتدخل بشغلك أبداً بهالوضع. أنا والبنت صرنا ضحايا لهالشغلة اللي بينك وبين بيا. بيا حكي معي وطلب مني اني اتركها،
لغى كل شيء اتفقنا عليه. وخليه يلغي. بكل الأحوال هالزواج ما إنه من مصلحتك أبدا. شو عم تقول يا بابا؟ إذا بيا هو اللي عمل المخالفة، نحن شو خصنا بهالشي؟ يعني لازم نحن ندفع الثمن؟ أنت غلطان. أنت بالحقيقة موجود هون من وراء مخالفة بيو لمونس، يعني حضرتك إلك علاقة ببيو لمونس، صحيح؟ بتتذكر؟ كنت دايما تقلي إنه الجامعة اللي بدرس فيها هي أحسن محل الواحد يلاقي رفيق دربه وشريكة حياته، وأنا ما عملت إلا هيك بابا. أنت كنت دايماً تنصحني أنه بلش حياتي مع الشخص اللي بحبه من قلبي، وأنا عملت بنصيحتك. وهالمرة كمان قلي شو لازم أعمله بهالحالة. شوف يا ابني، السيد يحيى صياد كتير ذكي وشاطر، وهو عضو بشركة التعاونية، وإذا اقتنع بحقه وما طمع بالأكتر فأنا شخصياً ما رح ضايقه ولا أزعجه أبداً، وراح ضل احترمه. وبنته كمان عزيزي على قلبي مثلك، وانت بتعرف هالشي كتير منيح يا ابني. يعني انا هلأ لازم روح واحكي معه؟ ميثم انصاري مركب حل هالمشكلة. سلمان سلم لي عليه اذا شفته وقل له عن لساني ما راح اتنازل، واكيد رجالي راح يقبضوا عليه اذا لقيوا معه صيد غير شرعي برات المنطقة المحددة. بلغوا هالشي عن لساني، فهمت؟ مرحبا. مرحبا يونس، بيك هون؟ لا. وأختك مونس هون؟ هي هون، بس ما لازم تحكي معك أبدا لأنه مصيبة إذا عرف البابا. طيب وين بيك هلأ؟ بس ما يكون بالبيت، بيكون بالبحر أو مجتمع مع الصيادين. طيب وين محل اجتماعه؟ عن جد بدك تروح لعنده؟ إيه؟ وينهم هلأ؟ هو بمطعم الصيادين تحت الجسر حد البحر. عرفت وين؟ رح لقيه. مين عم تحكي؟ سلمان. طيب وليه حضرتك ما قلت لي؟ إذا قلت لك كنت بتقدر تتحمل النتائج؟ مرحبا سيد يحيى. سيد يحيى لازم احكي معك ضروري. مثل ما انك شايف السيد يحيى ما بده يحكي معك، فأحسن إلك تروح من هون، وإذا عندك شيء اللي إيه هلأ. الموضوع كتير خاص بيني وبين السيد يحيى، وإنت ما قلك عليه. شو قلت يا يحيى؟ ما عندي شيء أقوله لهالزلمة، أنا أصلاً ما بعرفه يا خيي. أكيد سمعت، روح واهتم بشغلك وما تجي لهون مرة تانية أحسن لك. أنا ما بدي أأذيك. سيد يحيى في اشياء لازم خبرك اياها بترجيه، حرام عليك
هلا انت بدك تعلمني الحلال والحرام؟ لك انا شبت بالبحر، انا عم بتصيد حقي من البحر وبس. طول عليك شيء يا سيد يحيى؟ عم يطلب مني حضرته انه ما خالف وما احكي مع المهربين. لا يا صوص لا. لا طالع لك انا اتركت يا سبتري. خد اتركه. خلاص خلاص يا اصلا انا ما عملت له شيء. انطر شوي. تعرف بيو شو رح يعمل فينا اذا عرف؟ يكون بيو مين ما يكون، ما إله اي قيمه. اذا بيو رئيس وحده حمايه الثروه المائيه فاللي وراي اهم منه بكثير. خلاص بكفي، انا ادبته، خلينا نروح. اسمعني منيح، لازم تعرف اني مش لوحدي ضدك، فهمت؟ شكرا لكم. مرحبا. الدكتور درويشي مطلوب لقسم الجراحة. الدكتور درويشي مطلوب لقسم الجراحة. امبارح بقيت بالمركز والليلة كمان ما رح ترجع. ما بيسوى هيك يا ابني ابدا. قلت لك يا ماما في سمكة حالتها مش منيحة ابدا ولازم اهتم فيها الليلة. وشو كرمال العشاء؟ عندك شي تاكله يا ابني؟ ماما في كل شي عنا هون، ما تخافي علي. طيب اعمل اللي بيريحك. على فكرة أنا لازم قلك، أختك تلفقنت وسألتني بدها تعرف أمتى موعد الزواج، وأنا مثل ما اتفقنا سوا من قبل قلت لها أنه رح يكون يوم مولد الإمام الحسين إن شاء الله. أنا بشكرك كتير ماما، إن شاء الله بنفس اليوم. طيب بخاطرك بدي روح هلا، إذا بدك أي شي دقيلي. طيب انتبه على حالك. بخاطري. مع ألف سلامة يا حبيبي. أبو الفضل العشاء صار جاهز. أنتو البي والابن ما بيهمكن إلا الشغل بهالدنيا. لازم نشتغل كرمال نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. طيب قلي شو الشي اللي أنتو حابين توصلوا له بالضبط؟ ما في شيء مهم. بالمناسبة ما شفتي الست نجمي بهالكم يوم اللي مرقوا؟ لا ما شفتها أبدا. ما شفتها بس أنا اتصلت فيها. مونس رفعت السماعة وقالت إنه إما راحت على السوق لتشتري القماش. شو هالمرة المنيحة هاي؟ أنا ما عم بقدر صدق. إحساسي بيقلي إنه صاير شيء وأنا ما معي خبره بهالبيت. أنت وابنك مخبيين شي عني؟ هيدا الموضوع سري. سري؟ ليش أنا وحدي غريبة عنكن؟ مين اللي قال هالحكي؟ بأكد لك إنك أنت مثل الرئيس هون. أوعك تمزح معي أبداً، قول الحقيقة شو اللي صار. حاضر حاضر، بس بالأول خلينا ناكلنا لقمة، وأنا رح كون تحت أمرك يا ست الكل، ما تحملي هم أبداً. يعني منيح يا ابني، اذا الانسان ما كان بيحب نفسه ما بيقدر انه يحب غيره. مرحبا بابا. اهلين، انا كرمالك عملت هيدي العمليه بالصحه والسلام. بدي افهم ليه عذبت حالك يا بي؟ ما قلت للماما انه كل شيء موجود هون؟ انا بدي صوم بكره واقضي الوقت هون لوقت السحور وانا عم بحكي معك، وهذا الاكل انا جبته لالي ما تعتل هم.
الإنسان اللي تورط معه هو خطير، والجهة المستند عليها قوية كتير. هالشي بيّن من وراء تهديد يحيى وعدد كبير من الصيادين بالحبس اللي جبروهن إنه يضلوا معه. بلشنا نكشفهم واحد ورا التاني، بلش العد العكسي لحتى يوقعوا بإيد القانون. زمان ما اشتريت له تياب. يمكن هالقول ما بيتصدق، بس سمك الكافيار هيدا هو من أهم مخلوقات الكرة الأرضية، وعمره أكثر من 150 مليون سنة. ومن هيدا الوقت لهلأ ما تغير فيها شيء أبدا، وهيدا السمكة اسمها الأحفورة الحية. ونحن من هون منجرب قد ما فينا انه نحافظ على الفصيلة النادرة من السمك، ونحميها من خطر الانقراض على ايدي الصيادين اللي منن شرعيين. وكرمال هيك مننشط بيض سمك الكافيار اللي انولد عن طريق تلقيح الاصطناعي، وبعدين يا شباب بالفصل المناسب والوقت المناسب منحطهم بمجرى النهر ليكفوا طريقهم على البحر. بس للأسف هالسمك قبل ما يكبر ويبلغ بشكل كامل بيوقع بشبكة الصيادين اللي منن شرعيين، وما بيكون في فرصة لحتى يتحول هالسمك لسمك بيقدر يبيض، فبيروح كل تعبنا لسنة كاملة. طب يا أستاذ، ليه بتزدوا السمك الصغير بالبحر وما بتحتفظوا بنسل السمك هون؟ أول شيء عدد الأسماك المولد اللي بيتم اصطياده من البحر واللي منجيبهم لهون عم ينقص سنة بعد سنة. تاني شيء يا شباب، تربية الأسماك بالظروف الاصطناعية منا سهلة مثل الظروف الطبيعية، وأصلاً إذا اكتفينا بالظروف الاصطناعية مع الوقت رح نفقد هالنوع. يعني هالشي بيتطلب منا كلنا وخصوصاً اللي ساكنين على الساحل إنه نبذل جهود كبيرة لنحافظ على هيدي الثروة الوطنية لتتمتع فيها الأجيال اللي جاية بعدنا، لأنه هالثروة السمكية هي نعمة إلهية كبيرة. لكن ليه نحن ما بنتمتع بالنعمة؟ سمك الكافيار بنتصيده من البحر، بس ما حدا من يلي شايفهم هون بيعرفوا طعمته للكافيار. يا شباب عن جد خبروني، حدا منكم دق طعم الكافيار لهلا؟ طيب وين المشكله يا ترى؟ بالصيد اللي منه شرعي. الصيد اللي منه شرعي؟ مين اللي عم بيتصيد بطريقه مش شرعيه؟ ها ها، انا رح اقولكم بيي، انا بيو لبور اكبر، بيو لتقي زادة وغيرهم من يلي موجودين معنا هون. بس وين الباقيين؟ فيك تجاوبني وتقلي؟ أنا لابس البدلة من وقت ما كنت بالصف السادس لهلأ، وحالة الباقيين أسوأ من حالتي. وين عم تروح أرباح الكافيار؟ أنت فهمين شو عم تقول؟ تركوه يحكي اللي بقلبه. احكي يا يونس احكي. يعطيك العافية. تفضل سيد يحيى، تفضل. السمك الأبيض ب 1500، تفضل. سمكتين ب 2000 تومان، قرب واشتري السمك الأبيض. طازة يا سمك. أوه. سمك أبيض طازة. سيد إسماعيل جيب لنا كبيتين شاي. حكيت عنك بالمنيح كتير، فقرر إنه يعطيك أجرتك عمرتين بكل رحلة إبحار، وهو كمان ارتاح لك كتير. يعني حسب ما انت عم تقول حضرته لازم يكون غني كتير، ما هيك؟ عنده الثروة والسلطة مع بعض. شكرا لك سيد اسماعيل. لازم نشتغل على موضوع اسماعيل بجدية لنجوزه كمان. شكرا كتير. تفضل. بالمناسبة من المفروض انه نزوركن يعني لموضوع خير ان شاء الله. موضوع خير؟ ايه، خطبة بنتك الكريمة مونس. ليه، في عندك بنت تانية غيرها؟ طيب لمين؟
هالشي واضح طبعاً لرفيقك العزيز. أنا طلبت من الرئيس بصفته طبعاً الأكبر بالعمر إنه يتقدم يخطب لي بنتك إلي، وهو قبل إنه يعمل هيدا الشي وما عنده مانع، وهيك منضرب عصفورين بحجر. من ميلي منصير قرايب، ومن ميلي تاني بتصير أنت من المقربين. فهمت علي؟ يونس أنا لازم لكن لبكرة. مرحبا. ابن المهرب ما بيستحق تسلم عليه. ليه حدا قال عن بيك إنه مهرب؟ قلت أكتر من هيك، قلت إنه نحنا منأكل بالحرام. ما قلت هيك. أنت بتعرف من هو اللي ضربني؟ بيي أنا مش هيك؟ لا، رجال تافه واسمه أصلان. بعرفه منيح، شخص حقير كتير. بدي أحكي معك شوي، معنوياتك بتسمح؟ بعدين أنا بوصلك. أنا جبتك لهون لحتى فرجيك على شيء. شو؟ تعا خليني فرجيك. هيدي السمكة من أنواع سمك الكافيار. طيب هي عايشة هلأ بسببك أنت، بعدها ما صحت مزبوط، بس رح تبقى عايشة، وهالشي فينا نعتبره حظ حلو لألاف الأسماك التانية. هيدي السمكة بتحب تشوف شكل الشخص اللي ساعدها عن قريب، وأنا بصراحة سميتها يونس. في شي غلط بهالشغلة؟ لا. ليه عم تقول إنه أنا خلصت هالسمكة؟ مع إنه بهديك الليلة بالذات ما رحت على البحر أبدا. مش سامع المثل اللي بيقول إنه نوم المؤمن عبادة؟ نومك بهيديك الليلة هو الأنقذة. شو بتحب الطعمية؟ ايه. تعي تعي جمادي، وقفي هون، قربي أكتر. تعتقد رح تبقى عايشة؟ ضربت ضربة قوية كتير، مثل كأنها كانت لفترة طويلة برات المي، بس لحسن الحظ إنها من النوع اللي بيقاوم. وإنت بتعرف إنه إذا قدرت تبيض فيها تنسر 100,000 بيضة بالبحر، ومن بين ميات الألاف هيدي بتتحول لسمك الكافيار. إذا ما كان في صيد مش شرعي بس لسنة واحدة، بحر خزر راح يصير في سمك كافيار مثل ما كان من قبل، مليان بسمك الكافيار. وحتى بهالحالة أنا وياك ما رح نحصل على شيء. يونس ما تضلك متشائم هيك،
مني مستعدة اني طلع بوش اصلا ولو للحظة واحدة. انت بتعرفي بيك كتير منيح، ما تاخدي حكيه بجدية، ما تردي عليه، شو بدك فيه؟ انت من هلأ مرته لسلمان، وهو في ياخدك ويروح ساعة اللي بده. أنا ما بدي إلا سعادتك يا بنتي. عن جد؟ أكيد. وإذا هيك ليه ما بتترك الشغل اللي عم تشتغله؟ بابا بترجيك، أنا ما بدي الجهاز اللي بيجي من ورا الشغل، المش شرعي وما بقى تساعد هيداك الرجال الحقير أصلاً. شكراً لألكن، شكراً إلكن اتنيناتكن. هلأ صارت روحتي على البحر جريمة؟ وصيد السمك صار شي مش منيح؟ شو اللي عم تقولي يا بنت؟ حياتنا هيدي حياة واحد متورط بشغل مش شرعي؟ نحن عايشين بعالم تاني. بدك تقولي لي انه كل هالقصور الفخمة والواسعة بهالمدينة كلها اجت من ورا الشغل الشريف؟ لك بأي عالم انتو عايشين؟ شو بفهمكن انتو؟ شو بفهمكن؟ انا ما دخلني بغيري بابا ابدا، بس انا حابة اعيش مع انسان جواته قلب مش حجر، فهمني بابا. وبأكد لك انه ما رح استبدل بيتنا اللي من الطين بميت قصر من الصخر والحجر. يونس تعا تعدفها يا ابني. لا يا بابا هيك احسن. شو بك بابا؟ هيئة حبيبي يونس زعلان كتير مني الليلة. انسى غيري، الموضوع منه مستيها. انت بعدك زعلان من اصلان؟ انسى الموضوع ابني، مع الوقت حتنسى هالشي. اصلان زلمة حقير، الشي اللي عملته كان غلط. ها؟ رد علي جاوبني. يعني حدا بيعمل عملتك بيكون عم يراقب وبيغفى؟ ما تزعل، الدنيا ما رح تبقى هيك عطول. بالمستقبل القريب رح اشتري مركب وساعتها بتصيد انا وياك، فهمت؟ البي والابن منيح هيك؟ أصلاً وصل، هيدا هو. مرحبا سيد أصلاً. مرحبا. ليه جبت ابنك معك؟ ما بدك حدا يراقب؟ مراقبته القديمة بتكفينا، شو نسيت؟ لا، أنا حكيت معه ووعدني إنه رح يشتغل شغل منيح. ما بدنا حدا يراقب، بعدين أنا جبت واحد. بس هالشي ما بصير، كنت عم تعطي هالولد شوية مصاري كرمال المراقبة وهلأ حرمته منها؟ ما رح أحرمه منها، رح ناخده معنا على البحر ورح أعطيه مصاري أكتر. شكراً يا سيد أصلان، يونس رح ينبسط كتير بس يعرف بهالشي. يونس خلينا نروح بابا. يلا
خلونا نروح. أهلا بالسيد أصلان. إيه في شيء مهم؟ حاضر. يا تيمور. نعم. فكرت شي مرة بموضوع سمك الكافيار اللي عم يتصيده؟ مين اللي عم ياخده؟ ومن نصيب مين؟ ولوين بيروح؟ شو بيكون مصيره؟ يعني عن جد ما أفضى بالك أنت. تعرف أنا بشو عم فكر؟ عم فكر قد فينا نطلع مصاري من هيدا البحر. هيدا هو الموضوع يلي شغل لي بالي. شو غريبة المواضيع يلي بتفكر أنت فيها؟ عن جد غريبة. اسحبوا لفوق، اسحبوا لفوق، جربوا، اسحبوا أكتر. ما تضرب غشيمك، ما تضرب، شيل ايدك عني. من بدي دعسك. اتركني بابا. لا معقول بابا. انت كيف بتعمل هيك؟ كيف قلت لك ما تضرب؟ هيدا صوت يونس. ولك بدي اياك هون بيعرضوني. ساعدوني يا غشيم. ما تضرب. ساعدوني يا حبي. انا لازم اقتلك هون. خد خد. اتركني، ما تمد ايدك علي. واحد غشيم بابا. اصلا اصلا واطي. اتركني، ما رح اتركك ابدا. بدي اتركك بارضك. ساعدوني بابا. لازم اتلك هون. انت شو بتعمل لي؟ ها؟ شو مفكر هالصبي بدون بي لتضربه؟ انت بتعرف شو عمل الليله ابنك الامير هيدا يا زكي؟ انت كيف بتتجرأ انك ترفع ايدك عليه قدامي؟ هاللي عم تعمله مزبوط؟ قلت لك عرفت شو عمل؟ رمى سمكة كافيار وزنها 10 كيلو واللي سحبوها الشباب بصعوبة من المي. أي مجنون بيعمل هيك؟ إيه؟ مش قلت إنه صار بني آدم؟ بكب لي سمكة بالمي؟ إيه؟ ليه عملت هيك؟ لأن ما بدي يكون قاتل هالسمك. لك مين هو القاتل؟ مين اللي عبالك راسك بهالسخافات؟ هالسمك هو رزقنا. رزقنا بمطرح تاني بابا. صدقت؟ أنا ما شفت ولد غبي وغشيم هالقد. شوفي شو بيك؟ سمعت. خد ابنك الأمير بمركب وبعد. يلا دور، خلونا نروح. يلا يونس، 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 واقف، خلينا نروح مع بعض. مرحبا. أهلين. بعد ما رجع يونس؟ يا فاطمة الزهرة، ليش ما كان معك يونس؟ شو صار معه للصبي؟ شو عم تعملي يا مرة؟ روقي روقي شوي، ما صار شيء. أنا ويونس كنا سوا عالشط وفجأة مشي قوان، عيطت له ليوقف بس للأسف من دون فايدة، ففكرته أنه إجا لهون لأنه كتبه كانوا معه. هالولد تغير كتير. يونس بطل ولد صغير، صار رجال
وعنده غرور، بس أعمالك هايدي بتوطي من شخصيته، رح يبطل عنده ثقة بنفسه. ليه هيك؟ ليه ما عم تفهم هالموضوع؟ رجعت بلشت وبترجع بتقول إني ما بفهم. أنا بفهم، بفهم منيح، بحلف لك إني بفهم. طيب ماشي، من بكرة الصبح رح روح على القهوة وأقعد مع الصيادين اللي ما بيشتغلوا، ورح أبقى للليل. أو شو رأيك بروح على الساحل مطرح ما فيه فيلات فخمة وبيوت حلوة، وبتمتع بالبحر، يعني سياحة، منيحة؟ بيرضيكي هالشي؟ بعرف إنه من بين ألف صياد عايشين بهالمينا ما في غير 40 أو 50 واحد منهم بالقهوة ما عم يشتغلوا. ليه ما عم تروح لعندهم؟ فهمني، ها؟ ليه ما بتروح على محل ما بيشتغلوا الألف صياد بالمنطقة المسموحة؟ بعرف إنه هونيك الشغل صعب ومدخوله قليل، بس هونيك الشغل حلال حلال. أنا رح ساعدك بشتغل على المكنة. اسمع مني، ما بقى تعند هيك، ما بقى تعند. رجعت بلشي ترجع بتقول إني عم عند، أنا عم عند؟ قليلي أنا عم عند؟ مرحبا يا أستاذ. في حدا عايزك بموضوع. وينه هلا؟ جوا. مرحبا. هو بيقربني، أنت روح هلا. مرحبا. شو صار شي؟ أنت شو عم تعمل هون؟ في شي بدك تقول لي اياه؟ جيت لأحكيك بموضوع مهم كتير. طيب امشي لحتى نروح. حاضر استاذ، حاضر، انا تحت امرك. شو بتأمرني؟ صدقني إذا أنت بتأمر إنه أقتل البي والابن مع بعض، صدقني مستعد أقتلهم بضرب واحد. مظبوط الشي اللي عم تحكيه، لازم يكونوا عبرة لغيرهم. أنا بعتذر كرمال الأضرار والخسائر اللي تسببت فيه. رح أعالج الموضوع على الأكيد. مثل ما شفتي صحته منيحة. قولي لأمك إنه ما في داعي تخاف، كل القصة إنه يونس خايف شوي. بكرة الصبح بس يخلص دوام شغلي رح جيبه على البيت لياخد كتبه، وبعدين رح روح وصله على المدرسة. اسمع شو بدي أقلك، كتير منيح سلمان، أنا عن جد خجلانة منك. ما كنت متوقع إنه مشاكل العائلية رح تكبر بهالسرعة. ما تقولي هيك، نحنا لازم نحمل هموم بعضنا كل العمر، والشي اللي بيأذيكي إلك أنت بيأذيني إلي كمان. اسمعيني مونس، أكبر أمل بحياتي وكل اللي بدي إياه إنك تكوني مرتاحة ومبسوطة.
طلبت منه انه يروح لعند يونس. كيف سمحتي له بهالشيء؟ ما انا منعته. شو بدك تعمل؟ عم اقول لك زيحي من وجهي. زيحي. شو بدك تعمل؟ انت السبب بكل هالشيء، تحملت كل هالعذاب ووفرت قص جامعتك وهلا عم توقفي بوجهي. انت شو عم بتقول بابا؟ ذكرني امتين انا وقفت بوجهك. انت عم بتقول هيك لاني ما قبلت اتزوج انسان عنده سوابق وحقير كتير. قلي بابا عن جد انت بدك مني اعمل هيك؟ هذا الزلم الحقير اصلاً بده يتشكى علي بالكمبيالات. شو راح يصير فيكن إذا فتت على الحبس؟ من لما قطعت أملك بالله عم بتصير معك كل هالمشاكل. هلأ دخيلك ما تكتري نصايحك علي. روحي براس من أخيري. فيك تقوليلي هلأ شو لازم أعمل؟ روح لعند العقيد وخبره، خبروا عن كل شيء وريح حالك وخلي يكون عملك بالمنطقة المسموح فيها. رضا باللي الله كتب لك إياه. نحن بعدنا معجزنا بتأمين حياتنا لهلأ. بابا ماما عم تحكي مزبوط. أنت المفروض أنه تساعد ناس مثل السيد شجاعي لحتى يطلعوا هالحقيرين من مطرح ما مخبيين ويتسلموا للقانون. شو بك يونس؟ ليه بعدك ما نمت؟ ما قادر نام. هيديك السمكة. قصدك سمكة يونس؟ ايه. طيب حلمت انها انسرقت. ما ينشغل بالك هي منيحة. استاذ سلمان. ايه حبيبي احكي. بدي اعرف اكتر عن حياة هيدا النوع من السمك. قبل كنت مفكر انه هالسمك للصيد وبس. اسمعني منيح. مزبوط انه السمك هو نعمة من بين الاف النعم الالهية، بس انقراض نسل هالسمك بيعتبر ذنب كبير. طيب قلي شو هو الشيء اللي خليك تشتاق لهالسمك هالقد؟ بس شوفك عم تشتغل ليل نهار لتحافظ على هالسمك بقول لحالي انه اكيد في موضوع بتعرفه انت وانا ما بعرفه. كل الاشياء المنيحة بتبلش من هون، الحب والعلم. إذا بدك خليني أوضح لك أكثر. هالشي بالضبط بيشبه دخول الإنسان للنور من الظلام. تعا خليني أوضح لك أكثر. أولاً خليني أخذك لعند يونس. كل اللي لازم تعرفه أنه عمر هالسمكة 150 مليون سنة. Thank you.
سيدنا الصيادين غير الشرعيين تعرضوا لوحدتنا واشتبكوا معها وقوصوا بالرشاشات على مراكب الوحدة، وللأسف انصاب الشرطي داشتبان بعينه، ولحسن الحظ انه انعرفوا الصيادين هن وعم يهربوا. كتير منيح، بدي اياكم تخبروا الشرطة باللي عم بيصير، وجيبوا لي تقرير عن حالة الزميل داشتبان بعد ما يتعالج وتتحسن حالته. حاضر سيدنا. مرحبا سيد شجاعي. أهلين سيد يحيى، أنا ما كنت حابب شوفك هون مرة تانية. هالمرة غير كليا، أنا جيت لحالي، ما حدا جبرني إجي. خير إن شاء الله. جيت لأحكي، جيت لأقول كل شي. ما عم بعرف شو سر أغلاطك أصلاً. احكي بصراحة، ما تتصرف مثل الأولاد، كل ما بتوعدني بترجع لي بغلط أكبر. ما بقى فينا نوثق بيحيى يا أستاذ، ما عاد ينفع للصيد معنا. بمهنة التهريب لازم نلغي العناصر يلي بتخلص فترة صلاحيتهم. هيدا من ضمن مخططنا، بس اسمح لي أتركه لكننا بطلنا عايزين. ما بقى تتصل بهالرقم من هلا ورايح. ألو ألو، كون على ثقة يا حضرة العميد، أنا جمعت الأدلة الكافية اللي بتورط هالشخص بتهريب الكافيار، ورح يتحاكم إن شاء الله بالتهريب وبالصيد الغير شرعي. مقداد مقداد، نحن هلأ بالمطرح المطلوب، منباشر المهمة؟ أسدي، شو عم تعمل هون؟ روق 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 من هون، روق روق. يلا مشي لحظة. يلا شدوا لفوق، شدوا، هيدا الشبكة تقيلة كتير، أكيد في سمكة كافيار كتير كبيرة، شدوا لفوق، اسحبوا. يلا وقعت في سمكة كبيرة، اسحبوا لفوق، شدوا بقوة. يلا اسمعني منيح يا أصلان، أحسن لك إنك تستسلم، مفهوم؟ ما بقى في إلكم مهرب، استسلموا. شو بنعمل هلا؟ ما في حدا بهيداك المركز بيقدر يخلص هالسمك المريضة غيرك؟ مبين انه ما في حدا، الكل معزومين على عرس حدا من اصحابنا. وليه بعد ما عزموك الك؟ بتعرفي انا عن جد كمان استغربت. انا برايي انه تروح بلا دعوة. عن جد منروح؟ ايه، بس منتأخر عن الباقيين. تعرف انا كمان صرت اشتاق كتير لشوف هالسمك الحلوة عن قريب. طيب اتصلي بامك وخبريها عن الموضوع. لا انا ما رح اتصل بامي، اتصل انت. انا بصراحه ما بحب ازعجها، اتصلي انت. اختي بينقصك شيء اذا اتصلتي هلا؟ طيب رح نرجع، بس قبل لازم نمرق على المركز لنعالج السمك المريضه، وبس لحتى نخلص برجع انا بتصل. Thank you.
شو بكي يا بنتي؟ شو عملتي؟ الشيخ والضيوف صار له ساعة ناطرين بالغرفة جوا. طيب انت اللي بتحبي بيك، يلا خبريني شو صار. ما في شي، ما ينشغل بالك، هني جايين هلأ. لوين كانوا رايحين؟ ما بعرف شو بدي أقول، بس بيظهر إنه دهورت حالة سمكة من السمكات، فكرمال هيك قرروا سلمان وبنتي إنه يروحوا على المركز، أخذوا معهم يونس كمان. هلأ عرفت هالأحفورة الحية مرة تانية. شو قصة الأحفورة الحية هاي؟ شو رأيك تسألي سهرك؟ تفضل. لا أنت بالأول. حضرة العقيد أنت عندك رتبة عالية، تفضل أنت بالأول. محافظ. إيه مزبوط، تفضل أنت. وهلا يا سيد يحيى، بعد ما صرنا قرايب، إن ما رح تتصيد بطريقة شرعية بتعرف شو بده يصير. معك حق حضرة المحافظ، إذا أنا كنت عم بتصيد مثلا وحطيت الشبكة بالبحر وبالصدفة تصيدت سمكة كافيار، شو بعمل؟ ساعتها بتجتمعوا اتنيناتكم بالحبس. سيد شجاعي، انت بيناتنا ما ناوي تنتقل من كمش السمك الصغير لتكمش السمك الكبير؟ راس السنارة بقبتن البيضة. مزبوط انها تقيلة، بس اذا قصدنا رح نطلعهم كلهم. طيب هاي اجا العريس والعروس كمان.
الصور إلى معنى بتغيير حياة البني آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، فصل الربيع من أجمل فصول السنة، فلنستغل هذا المناخ اللطيف ونقم بالتنزه في الطبيعة. نبدأ الحلقة مشاهدينا بقراءة رسائلكم الغالية. والرسالة الأولى من الجزائر من محمد أمين يعقوب، يقول لنا: كل المسلسلات التي تعرضونها رائعة جدا، وأنا بنفسي لا أقدر على التنحي من أمام التلفاز.